استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تطورات الأحداث والحاجة إلى مزيد من التعاون الإقليمي والدولي الذي يكفل التعامل الأمثل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تفرضها المستجدات الدولية. وقد أكد سموهما في هذا الصدد على الدور الذي يطلع به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم، مؤكدين سموهما بأن توافد كبار المسؤولين على المملكة والحفاوة التي تحظى بها زيارات العاهل المفدى لمختلف دول العالم تعكس المكانة المتقدمة لمملكة البحرين وتقدير العالم لسياساتها المتزنة بقيادة ملك البلاد المفدى.